بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 16 بعد 200 والألف، ونحن نتحدث عن قصة اليهود في سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء. سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل يحكي الله لنا أن هؤلاء اليهود يريدون الإفساد في الأرض، وقد حكى الله لنا سبحانه وتعالى اللي هو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الإفساد متكرر وكل يوم، ولكن في مرات هيبقى الإفساد كبير قوي فيمسحوا ويمحوا من القدس أو من فلسطين، ثم يعودوا مرة أخرى، يعودوا ويعلوا علو اقتصادي وعلو إعلامي. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن المرة الأولى لما تفسدوا هنبعت لكم عباد يشيلوكوا خالص، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. لكن هل يا ترى دي نهاية القصة؟ لا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. كلام الله لليهود أنهم سيكونون معهم أموال كثيرة وبنين وجنود وأكثر نفيرا، يعني أكثر إعلاما ويعني أكثر سمعا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن اليهود يتحكمون في العالم علوا كبيرا وأكثر نفيرا. هل اليهود لهم سيطرة على العالم الآن؟ يعني هقولكم على أمثلة صغيرة قوي. إذا تحالف اليهود على دول معينة أسقطوها، وسأضرب لكم أمثلة. المثال الأول لما يتفقون على هزيمة أحد عسكريا، اتفقوا على يعني على الدول العربية مثلا في حرب 48 وانتصروا، في حرب 56 وانتصروا، في ما فيش حرب 67 وانتصروا. اللي أنا عايز أقولك إن اليهود جولتهم يعني مش عايز أقولك قاتلة، ده حرب، ومعهم أسلحة نووية ورؤوس نووية، يعني ممكن تحول المنطقة كلها إلى رماد. ماشي، ده قوة عسكرية. طب قوة اقتصادية، قوة اقتصادية بيلعبوا اقتصاد حلو قوي لدرجة إنه مثلا ممكن يوقع لك أي بورصة. يعني مثلا لو تعرفوا البورصات الآسيوية في يوم الثلاثاء الأسود، وقعت الأسهم ووقعت الدول وكانت كارثة سودة على الدول. ليه؟ لأنه قعدوا يعلوا يعلوا الآخر سحبوا وراحوا موقعينهم في الأرض. مش بس يقدروا يوقعوا الناس اقتصاديا ويبوظوا البورصة ويعملوا فيها اليوم الأسود وكده، لا، ده يقدروا يعملوا حاجة غريبة جدا. مثلا لما لقوا دول عندها بترول وفرحانة بالبترول اتفقوا معا، وزي ما بقول لكم اليهود يسيطرون على قيادات الدول الأوروبية والأمريكية، فاتفقوا على خفض سعر البترول. نزل البترول من 100 دولار للبترول للبرميل، نزل إلى 30 دولار. لما ينزل البرميل من 1,000,000 دولار إلى 30 دولار، في دول بتطلع 1,000,000 برميل يوميا، 1,000,000 برميل يوميا. أنت متخيل؟ متخيل الرقم؟ 1,000,000 برميل يوميا. لما ينزل السعر من 100 إلى 30، بص الخسارة قد إيه؟ اقتصاد دول يقع، اقتصاد دول يقع. يبقى كل الدول المنتجة للبترول يعني اقتصادها يعني زي ما بيقولوا يعني إذا ما كانش عندها وسائل أخرى للاقتصاد، يعني إذا ما كانش عندها سياحة دينية، إذا ما كانش عندها تنمية، إذا ما كانش عندها صناعة، الدول دي تقع. إذا هذه سياسات اليهود، إزاي يوقعوا البورصة؟ إزاي يوقعوا البترول؟ إزاي يوقعوا صناعة معينة؟ إزاي وقعوا شخص ماسك حكم في أي دولة يتفقوا عليه ويعني يقدروا يوقعوا. شيء الغريب، هم مش عندهم قوة اقتصادية وبس، ولا قوة عسكرية وبس، لا، ده عندهم قوة علمية. يعني لما تشوف أبحاث الطاقة النووية والذرية هتلاقي عند اليهود، لما تشوف أبحاث الجينوم والهندسة الوراثية والبشرية أكثرها عند اليهود، لما تشوف الخلايا الجذعية عند اليهود. حاجة غريبة جدا جدا، التفوق العلمي الرهيب، لدرجة ان انا لو قلت معلومة غريبة جدا، في دولة زي مصر، اسرائيل 5,000,000 مثلا عندهم، نقول 10 جامعات، جامعة لكل 500,000، يعني كل 500,000 لهم جامعة، 10 جامعات على 5,000,000. لما تيجي على 90,000,000، المفروض حتى لكل 1,000,000 جامعة عندناش 90 جامعة، احنا ما عندناش حتى يعني مش عايز اقول 30 جامعة. فاذا نسبة التعليم ونسبة التدريب ونسبة الابحاث
ونسبة الرقي العلمي فظيعة. إذا تفوق اليهود علميا وتفوق اليهود اقتصاديا يوقعوا أي دولة ويسقطوا أي رئيس لو عاوزين، إلا إذا كان بياخدوا مصالحهم ويعني اقتصاديا وعلميا وذريا وقوة وكل حاجة. عشان كده ربنا بيقول ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. عرفت ليه اليهود عاليين؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. بعد ما يبنوا يهلكوا هيرجعوا تاني، هيرجعوا تاني. المسلمين هيخرجوهم، لازم يخرجوهم، هي دي الحرب السجال. طب هل بعد كل هذا التفوق العلمي اليهودي والتفوق النووي والتفوق الاقتصادي والتفوق الإعلامي هيبقى فيه تفوق إسلامي؟ طبعا، مش ده وعد ربنا؟ ولا إحنا بنشك في الله؟ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذا أنت مع الله عز وجل يبقى ربنا يسترك ويحفظك ويرحمك، وإذا أنت عدت لما كنت عليه من معاصي وخدع ومكر لا، ربنا فوقك. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. دبر بقى زي ما أنت عايز، شوف ربنا يعمل إيه. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وزي ما بقول لك احنا في الخراب اللي احنا عايشينه ده يعني بفعل اليهود، بيدوا للمتحاربين سلاح المسلمين ويدوا دول سلاح المسلمين ويقتلوا بعض، عشان اللي يخلص على العراق مسلمين مسلمين، واللي يخلص على سوريا مسلمين مسلمين، بدل ما تبقى حرب اسلاميه يهوديه لا تبقى حرب اسلاميه اسلاميه، كله بيقتل بعض. مين اللي بيدي دول سلاح ومين اللي بيدي دول سلاح؟ يعني احنا مسلمين ما بنصنعش اسلحه ولا طيارات ولا حاجه، مين بيدي دول سلاح ومين بيدي دول سلاح؟ اليهود. عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. تصور ان المعلومات اللي انا بقولها لك دي موجوده في القران، تصور ان المعلومات اللي بقولها دي موجوده في القران، تصور ان التحذيرات دي موجوده في القران، وربنا قال ان الناس دي هتبقى اكثر نفيره واكثر علما واكثر بنين واكثر علو. تصور ده موجود، مع ان لما نزلت الايات دي كان اليهود شرازم، بنو قريظه وبنو النضير، وهو النبي طردهم وراح على خيبر وقالوا ده خيبر دي يا ما هنا يا ما هناك، والرسول شردهم يعني ما كانش لهم قومة اصلا. ومع ذلك ربنا قال لا، ده هيجوا وهيدخلوا المسجد الحرم وهيبقى لهم علو. مش كده ربنا قال كده؟ مش دي معجزه يا جدعان؟ دي معجزه بتاعت ربنا. هو مين اقوى من اليهود دلوقتي؟ مين اللي بيتحكم في بورصات العالميه؟ مين اللي بيتحكم في اسعار البترول؟ مين اللي بيتحكم في الاقتصاد؟ مين اللي بيتحكم في اي رئيس اي دوله؟ اذا عجبنا نخليه، مش عجبنا نعمل له فتن ونقلبه. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. ده الجميل بقى، القران العظيم ده يهدي للتي هي اقوم، احسن وافضل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. ممكن المؤمن يعني يتاخر اجره ويتأخر رزقه، لكن ليس من الجهد ما يهدر، ولكن النجاح قد يتأخر، بشرط أن يعمل المؤمن عند ربه أولا. يعني يعمل أولا عند ربه؟ يعني المؤمن أول ما يشتغل يشتغل عند ربنا، يشتغل في قيام الليل، في خدمة الفقراء، في خدمة اليتامى، في الجمعيات الخيرية، اشتغل عند ربنا. لو بتحب ربنا اشتغل عند ربنا، وكل سنة تشتغل عند ربنا هيكافئك 10 سنين نجاح. اللي بيشتغل عند ربنا بيكرمه. لكن انت عايز تخرج والمشوار بكذا واول وظيفه ليا لا ما يقلش مرتبه عن 3000 و5000، انت بتشرط على ايه؟ ما تشتغل الاول وبعد كده ربنا هيوسع عليك ويزودك. عشان كده ربنا بيقول وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما. اللي ما بيؤمنش بالاخره يعني عاوز كل اجره دلوقتي، ما فيش حاجه كده ان اجري الا على الله، لا ما فيش حاجه ليك عند ربنا، لا. طيب هل يا ترى انت مع مين؟ مع الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، ولا الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ أنت مع مين؟ إن شاء الله نشوفها في حلقة قادمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.